على إثر الأحداث التي عرفتها ليلة أمس والمتمثلة في مقتل الطفل عدنان بوشوف، قررت مجموعة الأمل الصحفية جريدة أصوات ومجلة أصوات الغد أن تعلن تضامنها الكامل مع عائلة الفقيد. السلام عليكم، أنا سميتي جودية البزيوي، عندي 10 سنين. كان أعلن التضامن ديالي مع عدنان بوشوف اللي تقتل البارح ظلما وعدوانا. إحنا ما بغيناش هاد الشي يبقى يوقع للأطفال بحنا، بغينا نخرجوا وحنايا ما خايفين من حتى شي حاجه ومن حتى شي واحد. حنا كنطلبوا اشد العقوبات للناس اللي كانت سبب في موت عدنان بوشوف، ويكونوا عبره لاي واحد فكر انه استغل طفل صغير باي شكل من الاشكال. لم اودع امي ولا الجيران، رافقت غريبا دلني على العنوان، حينها غاب ذكري في كل مكان، ابحثوا عني في القرآن، رتلوا آيات الصبر والسلوان، أخبروا أمي أني في حفظ الرحمن، وامنحوها وسام الأمومة والحب باسم عدنان. كنا عدنان بوشوف، كنا عدنان بوشوف، كنا عدنان بوشوف، كنا عدنان بوشوف. إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.